وبرضه هنبدأ بيها باتصال من أخت فاضلة هتوري حضراتكم إزاي هي بتتعرض فعلاً، أو كلكم للأسف بتتعرضوا للغش وللتدليس وللتجارة عن طريق الشاشات الفضائية وعن طريق منصات التواصل الاجتماعي. خلينا نشاهد هذه المداخلة اللي بتقول لحضراتكم إن أنتوا فعلاً بتتعرضوا للنصب على صحتكم وأملكم. خلينا نشاهد هذه المداخلة ونرجع نبدأ حلقيات فعاليات هذه الحلقة مع بعض. أم أحمد السلام عليكم. ازيك حضرتك يا دكتور منور التلفزيون؟ ربنا يحفظك يا أم أحمد، ربنا يحفظك. بشكرك جدا جدا على عنوان الحلقة يا دكتور، والله العظيم زي ما حضرتك كل كلمة بتقولها صح. ربنا يبارك لك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء وجهه. والله العظيم يا دكتور بيستنزفوا صحتنا وأموالنا وبيضحكوا علينا. كل كلمة حضرتك قلتها صح يا دكتور، طول ما حضرتك معانا ان شاء الله عمرنا ما هنضل ابدا. ربنا يبارك لك يا ام احمد، اسال الله العظيم ان يعافينا جميعا يا رب من الجميع. بشكر حضرتك جدا جدا على الرجيم بتاع حضرتك، واحب اقول لحضرتك ان انا عامله رجيم حضرتك من شهر 12 وخسيت عليه لحد دلوقتي 25 كيلو ما شاء وأنا الله. وانا بشكرك قدام الناس كلها يا دكتور، ولو طول الوقت اوطت على ايد حضرتك. ربنا يعزك ويعلي قدرك، ربنا يحفظك يا رب. والله العظيم يا دكتور من غير مصاريف من غير تعب من غير اي حاجه في الدنيا كلها انا بشكرك، بشكرك قدام العالم وقدام الناس كلها. ربنا يبارك لك يا ام احمد، جزاك الله خيرا، شكر الله لك. عنوان الحلقه اللي كانت بتتكلم عنها ام احمد هي كان اسمها النصب الطبي، وبالتالي يعني بتقول فعلا كل كلمة أنا بقولها حقيقة لأن هي تعرضت لهذا النصب الطبي. بتقول بالجملة بالضبط استنزفوا صحتنا وأموالنا وبيضحكوا علينا، وهذا هو الواقع لكل إعلانات الطبية المعروضة على الشاشات الفضائية والمعروضة على منصات التواصل الاجتماعي جميعها بدون أي استثناء. حقيقة كل هذا استنزاف للصحة واستنزاف للأموال. طب استنزاف للأموال ماشي، فهمنا ان انا هشتري منتج ومش هجيب نتيجة، استنزاف للصحة ازاي؟ هيؤخر الحالة طبيا، وبالتالي هتبتدي المشكلة تتفاقم اكثر واكثر قبل ما نبدأ في الوهم والتجارة اللي بنضحك علينا بيها. كنا نقدر ان احنا نعالج بسرعة ونعالج بنتيجة افضل وبوسائل اقل من ما بعد الاستنزاف للصحة زي ما بتقول الأخت أم أحمد. خسّت 25 كيلو عن طريق الرجيم اللي احنا بنعرضه في الحلقة، لجت عيادة ولا زي ما بتقول صرفت قرش ولا مشوار ولا أي حاجة، نزلت 25 كيلو عن طريق الرجيم المثالي اللي احنا بنعرضه في الحلقات، في حلقات سابقة موجود، هو موجود على صفحة قناة الرحمة الفضائية وموجود أيضا على صفحة دكتور أسامة حجازي على الفيسبوك. هذا الرجيم نزلت عليه 25 كيلو لأنه رجيم يناسب الجميع، وبالتالي هو ده الطب. الطب كل فايدته مصلحة حضرتك، كل فايدته صحة حضرتك، وليس استنزاف لأموال وليس استنزاف لصحة وليس إعلان تجاري. وأنا بأسف جدا جدا أن أنا بشوف هذه الأيام أطباء فعلا بيعلنوا وبيستنزفوا بمعنى الكلمة الصحة والأموال. ما تقوليش أن هناك منتج هيعالج خشونة الركبتين تماما وانت طبيب وتعلم تمام العلم أن ليس هذا الكلام، ليس له من الصحة أي نصيب. ما تقوليش أبدا في إعلان وانت طبيب أن القولون سبب كل الأمراض. إزاي يعني خدناها في أي سنة من الطب دي، ولا في أنهي برانش في الطب، ولا يعني جبتها حضرتك منين؟ وان انت خلاص جبت حاجه منتج هيحط من الدنيا وهينظف القولون وهينهيك ينهي كل متاعب الصحيه مع حضرتك. عيب عيب، لا يصح ابدا، وحضرتك طبيب ما ينفعش. استنزاف اموال الناس وصحتهم ستسال عنها امام الله عز وجل، ودي الامانه الطبيه اللي احنا حملناها على اعناقنا. فعيب قوي ان انا اتخلى عن هذه الامانه وابتدي ان انا ابقى تاجر. طب ما تاجر في اي حاجه تانية، عم تاجر في العربيات الجميل، يعني مجال حلو قوي تجاره العربيات والادوات الكهربائيه والحاجات دي جميله قوي. ابعد عن الطب وتاجر لو عايز تتاجر، ولكن استنزاف صحه الناس واستنزاف اموال الناس في اشد لحظات ضعفهم وهي لحظه المرض ستسال عنها امام الله عز وجل. ولكن دايما تجار البشر ما بينظروش الى هذه النظرة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، كل همه جمع الأموال. وأعتقد أن احنا عاصرنا كثير من الإعلانات اللي كانت بتحطم الدنيا ومالية كل، يعني لو هتفتح التلاجة هتلاقي الإعلان موجود وفجأة اختفى تماما وكأنه لم يكن، لأنه خلاص خد البادجت اللي هو عايزه، خد الهدف اللي هو عايزه. أنا صرفت مليون إعلانات جالي 10 مليون، كويس جدا، سلام عليكم.
ومين الضحيه؟ حضراتكم. ليه؟ لان احنا ما بنسمعش كلام المتخصصين في هذا المجال. وكما ذكرت من قبل في الحلقه الماضيه، لا تعطي مصداقيه ابدا الا لعقلك، لما تشوف انت مين اللي بيتكلم وبيتكلم عن طريق ايه، وهل هو مؤهل لهذا الكلام ام لا، وهل هو حقيقه طبيب ام لا. واستاذن برضو المخرج الجميل بتاعنا ان ينزل لي التايتل بتاع الانسان اللي بيتكلم، الشخص اللي بيكلمكم ده، دي مؤهلاتي ودي دراساتي. وبتحدث عن امراض العظام من منطلق الطب البديل وليس من منطلق تخصص العظام، ودي نظره ودي نظره، ولكنني طبيب تخصصت في مجال الطب البديل وبعالج بآليات الطب البديل، وبفضل الله سبحانه وتعالى النتائج زي ما حضراتكم بتشوفوها وبتحسوها وبتلمسوها عندي في العيادة أو عن طريق البرنامج اللي بقالنا كتير مع بعض فيه. لا تعطي مصداقية لا لقناة ولا لشخص ولا لأي شيء إلا عقلك فقط عندما ترى من يتحدث، وتعرف جيدا من يتحدث وعن طريق إيه بيتحدث وشهاداته ومؤهلاته، وفي اللحظة دي ابتدي أن أنت تاخد منه. تجارة في أمراض العظام كثيرة جدا جدا جدا، وطبعا في أمراض أخرى يعني التخسيس عد ولا تحصي زي ما بيقولوا، أمراض الذكورة أيضا، التأخر الإنجاب أيضا، كل لحظات ضعف الإنسان تجار البشر بيستغلوها ويبتدي يعملوا منتج ليس له أي علاقة من قريب أو من بعيد بهذه الحالة، ولكنها تجارة على حضراتكم، استنزاف لأموالكم واستنزاف لصحتكم، زي ما سمعنا السيدة الفاضلة أم أحمد وهي بتقول هذه الجملة. أمراض العظام كثيرة جدا كما تحدثنا في الحلقة السابقة، وتختلف من مريض إلى آخر، وتختلف الحالة أو الخطة الطبية العلاجية من حالة إلى أخرى حسب معطيات الحالة وحسب التاريخ المرضي للحالة وحسب الشكوى وحسب السن إلى آخره. تشخيص دقيق بمعنى الكلمة، ثم رسم الخطة الطبية العلاجية اللي حضرتك هتمشي عليها، سائلين الله عز وجل، أنا هو على باب الله، ودايما بقولها للمريض بتاعي، أن يتم علينا الشفاء وينعم علينا بالشفاء التام لهذه الحالة. أكثر أمراض العظام شيوعا هي العمود الفقري والركبتين، وقد تتطور الحالة إلى لابد من إجراء عملية جراحية. ودايما بقول لحضراتكم لا أقلل من شأن العمليات الجراحية ولا أهمش العمليات الجراحية، ولكن خلينا نخليها آخر اختيار. لما لها من مشقة على الجسم البشري، لما لها من تكلفة مادية، لما لها قد يكون لها بعض الآثار الجانبية، دايما نخلي الجراحة آخر خيار لينا. لو كان للطب البديل مسلك أو طريق خلينا نسلكه إن لم يكن مضرا، لابد أن يكون على يد طبيب متخصص حتى أحصد الإيجابيات وأنفي تماما وأبعد السلبيات التي قد تحدث. نخلي العملية الجراحية آخر حاجة، وبعدها تاني لا أقلل من شأن العمليات الجراحية، لا أهمش العمليات الجراحية، ولكن زي ما بقول نجعلها آخر اختيار لينا.